السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متتبعين شيوات ام العربي. غادي نوجدوا مع بعضياتنا واحد الدجاجه في الفران اللي غادي نصاحبوها بواحد السلطه، يعني غير سلطه ديال الخضر والروز ولا باك. المهم غادي نديروا وجبه ديال العشاء متكامله. اول حاجه غادي نحتاج هي الدجاجه اللي غادي نديرها في الفران. فانا هنا خديت دجاجه فيها كيلو ربع، يعني ماشي بزاف، دجاجه ديال كيلو ربع اللي مغسوله مزيان وقسمتها من الظهر ديالها هكا. غادي نحتاجو معاها جوج معالق كبار ديال لاموطارد، معلقه صغيره ديال السكينجبير ولا الزنجبيل، معلقه صغيره نص معلقه صغيره ديال البزار. غادي نحتاجو واحد المعلقه صغيره عامره ديال الثوم بودره، ممكن نديرو ضريس ديال الثومه، وسكينجبير ممكن نعوضوه بالزنجبيل الطري، انا ما عنديش مقادي ليا. غادي نحتاجو معلقه كبيره ديال توابل الماريناد او الباربيكيو، ممكن اللي ما عندوش هذه يعوضها بصوص الباربيكيو اللي كتباع صلصه، شويه ديال الملحه. وغادي نحتاجو صوص نيوكمان، فانا ما عنديش، غادي نعوضها بهذه صلصه الورسترسر، حتى هي تقريبا غتعطيني نفس المذاق، لكن هي يستحسن صوص النيوكمان. وغادي نحتاجو معلقه ديال الزبده. فالطريقه سهله، غادي ناخذ العطريه ديالي، الزبده درتها هنايا في الاناء، غادي نزيد عليه جوج معالق كبار ديال صلصه المايونيز، صلصه الموطارد عفوا. وما تخوفوش منها، كيف كنقول لكم دائما راه الا كانت الوصفه ما ناجحاش راه ما غاديش نعطيها. غادي نحتاجو واحد المعلقه كبيره تكون عامره ديال هاد التوابل الماريناد او الباربيكيو. غادي نحتاجو توم بودره واحد المعلقه صغيره. المهم انا في الطبخ عيني ميزاني، ماشي بحال الحلويات كتبغي بالتدقيق الجرامات او الكاس ديال العبار ولا، اما الطبخ راه كل وحده على حسب هي شحال كتبغي. شويه ديال الملحه، غير شويه غادي نقص مزال لان الصلصه مالحه. وغادي نحتاجو هاد لاصوص، تقريبا واحد ثلاثه المعالقات كبار، وحتى صلصه نيوكمان نديرو منها تقريبا ثلاثه المعالق كبار. فهنا كيف مستانسين معايا غادي نخلط بيديا هذيك الزبده مع العطريه، صافي ما كنديروا حتى حاجه اخرى، كافيه هاد المكونات. وغادي ناخذ الدجاجه ديالنا، غادي نحاول ندهنها كامله بهاد الصلصه وهاد التتبيله ديالها. صافي وغادي نحطها بحال هكا طاو. هنا غادي ناخذ دابا هاد السكين وغادي نحاول نجيل هاد الصدر ديال الدجاج وندير فيه في التفليحات بحال هكا باش تدخل ليا فيه، ونحاول نتكو كامل باش تدخل لينا فيه هاد التتبيله. نعاود ندخل فيه
صافي. دابا غادي نغطيه وغادي نخليه على الاقل واحد ربعة ديال السوايع، وعاد ندخلو الفران. ملي غندخلو الفران ما غنزيد عليه والو، فقط غادي نغلفو، غادي نغطيه ببابي سلفاغيزي، ومن بعد نعاود نغطيه بالبابي بالبابي المنيوم، وندخلو على نار متوسطة ونخليه يطيب ليا على خاطرو وبالمهل. وغادي نقدموه، ملي غيطيب غادي نقدموه بالصحة والراحة. فممكن ديروه بالليل وتخليوه ليلة كاملة، فغادي ندخلو يطيب وغادي نتلاقاو ملي يطيب في الفران، ملي يطيب لينا ونتغيصيوه مع بعضياتنا. مع غادي ندير شويه سلطه مشكله معاه في نفس الطبق في نفس الاناء. يعني بعد ما طاب الدجاج ديالنا، فدابا خديت الطبق درت فيه الخس طبصيل. المهم بالنسبه للخضر ديجا دايراهم معكم مع شي جوج فيديوهات، هما غير شويه ديال البطاطا خيزو واللوبيا، كلهم بخرتهم. من بعد ما بخرتهم خديت مقيله درت فيها فص ديال الثوم، صوطيت فيه هاد المكونات كامله، لانكم عارفين رمضان الثومه ما خصهاش تكون كثيره. فكل مقيله درت فيها شويه ديال الثومه حكه، وشويه ديال الملحه، البزار، كمون، وشويه ديال المعدنوس، وكنصوطيهم حتى يشربوا لينا ديك النكهه ديال المعدنوس وديال الثوم. ودابا غادي نقدموهم، غادي ناخذ الدجاج ديالنا اللي طار، الدجاج ديالنا ها هو من اللي طاب. انا هزيته غير بيدي، هانتو الدجاج ديالنا من بعد ما طاب هو هذا. غادي دابا ندير الخضر في الجنب ديال كل في الجنب ديالو، نزوق به الطبسيل ديالنا. فغادي ناخذ شويه ديال الجزر، هادوي شنو نزيدو ديك الاخرى؟ لا صافي هذيك كافيه. غادي ندير جهه خيزو، جهه لوبيا، وهاد الطبق غادي نبقى. غادي ندير معكم واحد السلطه بارده اللي غادي نقدمها معاهم، وغندير البطاطا بحال هكايا وانا غاده حتى نكمل الدور ديال التوصيل ديالنا كامل. بحال هكا اللوبيا، البطاطا، انا قويت البطاطا لان ولادي كيتعجبهم البطاطا. هاكا شي بقى الدجاج باين صافي. وغادي نكمل الدور ديالنا خيزو اللوبيا حتى نكمل. ها انا كملت تقريبا، هنا من بعد ما كملتو في الدوره ديالو، فهذا هو الشكل ديالو النهائي. فاق ما غنزيد والو، علاش؟ لان غنقدمو مع سلطه بارده. دابا غادي ندوزو نوجدو السلطه بارده مع بعضياتنا. فدابا غادي ندوزو نوجدو السلطه مع بعضياتنا، فما غندير فيها لا عطريه لا والو، غادي كيف هكا سلقتهم. فهذا الروز مسلوق بالماء والملح، لي بات مسلوقين بالماء والملح وزيت حقه وزيت الزيتون. فغادي ناخذ شويه ديال الروز وغادي نديرو في المهم هاد السلطه انا كتعجبني. غادي ندير الروز هنا الوسط بحال هكا، غندير معكم جوج طبيصلات وانا غادي نكمل بحال هكا على هاد الشكل. وغادي ناخذ شويه ديال لي بات غنديرهم في جنب. على هذا الشكل نتمنى تكون واضحه وباينه. نحيد هادو باهي. دابا غادي نجيب هنا الباربه
هي مسلوقه دايره فيها غير شويه المعدنوس. انا ما غندير فيهم لا عطريه لا والو، لانني غندير كيف قلت لكم واحد الصلصه هي اللي غادي ندير بها. الله تكون باين هادشي صافي. غادي نخلطها. نورا ما كتاكلش البربات صافي. فالبربه غنديرها غير في جوج الاطباق يعني ديالي وديال الزوج ديالي. غادي ندير بحال هكايا. هذاك الشيء علاش انايا البربه كندخلها في بزاف د الاطباق، حتى من الكاك وليت كندخلها فيه، لان الدراري عندي ما تياكلوهاش. انا خدامه بيدي ومتاكده راه تدخل شي وحده وتقول لي عوفتيني بيديك. فغادي ناخذ هنا شويه ديال الخيار. فكتبقى سلطه بارده. انا ما بغيتش ندير الخضر هنايا لان الخضر دايرها مع الدجاج. هكا هنا شويه ديال الفجل مهم. نتوما يا كل واحد سيده وغادي تعرف كيفاش تقاد الدريساج. انا قبلوا عليا راك عارفين اني ما عنديش مع الدريساج. صافي غادي نجيب ثاني دابا دايره الطماطم، ولكن هذه ضروري من الاقامه لان فيها الفلفله مشويه، فضروري شويه البزار شويه البزار شويه الملحه والخل. فغادي ندير شويه ديال الخل. هذه غير بوحدها تكال غير هكايا مع هاد رمضان مزيانه. شويه ديال الملحه شويه ديال البزار وشويه ديال زيت الزيتون. صافي وغادي نخلطها كامله وغادي نديرها في المكان ديالها. وهذه هي السلطه ديالنا، سلقه ببيضات غادي نزينها بالبيض وغادي نتلاقاو باش نوجدوا الصلصه اللي غادي نديرها فوق هاد السلطه اللي ضروري. صافي هنا كيف كتشوفوا مني كملتهم في الحطان. فدابا غادي ناخذ واحد المعلقه غادي ندير بها، غناخذ الصلصه اللي غادي نوجد مع بعضياتنا. الصلصه اللي فيها مايونيز وخردل اي الخل اي المطرد عفوا. غادي ندير المايونيز وغادي نخففها هادشي مايونيز مع شويه ديال الخل مع الملحه. مع شويه ديال لا موطارد. وغادي نخففوها شويه ديال الحليب بحال هكا. واحد الكاس نص كاس ديال الحليب. غادي نخلطهم مزيان. وهذه هي الصلصه ديالنا صارت جاهزه بحال ديال المطاعم. فدابا كناخذ وكنديرها غير فوق الباربا و القرص. بحال هكايا لانها غتكال دابا، فالا ما كناش غناكلوها دابا فكنقدموا هاد الصلصه فوق الطبق مرافقه مع الطبق يعني في الطبله، واللي بغى كياخذ اللي القياس اللي بغى. فانا عارفه ولادي عزيزه عليهم، فداك الشيء انا علاش خدامه بالنيابه عليهم. صافي وهذا هو الطبق ديالنا ديال اليوم. نتمنى يروقكم وين الرضا ديالكم. وغنشوفوه هو الطبق ديال الدجاج. وهذا هو الطبق ديالنا ديال اليوم، هو دجاج محمر في الفران بخضر سوطي مع سلطه اللي كتكون مشكله بارده
كتجي على هذا الشكل. باقي لي غير البيض مسلوق، انا غادي نقطعه ونديره فوق منها. الى عجبتكم الوصفه كيف ديما ما تنساوش ديروا لايك للفيديو واشتركوا بقناتي قناه شهوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد. دمتم في حفظ الله ورعايته، والى وصفه قادمه بحول الله.